التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات تبدأ أيضا مع بداية يوم الكبار وتحديات أيضا 8 كيلومترات حيث خصص هذا اليوم، كما تابعنا ونتابع وسوف نتابع الثنايا المملوكة لأبناء القبائل وهيجن أيضا مشاهدينا الأعزاء أبناء دول مجلس التعاون التي حضرت في هذا السباق للمشاركة وانتزاع أيضا الفوز والناموس. انطلق هذا الشوط السابع الخاص بالأبكار الثنايا. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة رصدت أيضا للفائز بالمركز الأول. نتابع المقدمة، وفي المركز الأول الشاهينية تأتي على المقدمة مع بداية هذه الانطلاقة، محمد بن يوسف بن محمد الكعبي. ننتقل إلى المركز الثاني، لدى وجود المملكة سعيد بن خالد الزايد الهاجري يتقدم أيضا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه هي من وصلت أيضا في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الإبداع الكبير بثالث المراكز. من تقدمت ايضا مشاهدينا الاعزاء فدلة سيد علي بن محمد بن جابر الحربي يتقدم ايضا بتقدم على المركز الثالث. ننتقل الى المركز الرابع، وصلت ايضا الدكتورة علي بن عتيق بن عطشان الهاملي. والمركز الخامس هذه هي من تدخلت ايضا هملولة محمد بن فيد بن عبد الله المري، من ياتي ايضا بتقديم هذا الاسم ضمن الخمس المراكز المتقدمة. هذه هي الخمس المراكز الأولى، ولكن ياما من أسماء، ياما من شعارات، ياما من إنجازات تنطلق في هذا الشوط في هذا الأداء المميز، حيث تأتي أيضا بوجودها خلف الخمس المراكز المتقدمة التي تنطلق بهذا الانطلاق الرائع والجميل بآمال المشاركين لتحقيق كلمة الناموس، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول الشاهينية. محمد بن يوسف بن محمد بن خميس الكعبي على مقدمة هذا الشوط، وتدخلت المملكة، تدخلت المملكة بمنافسة أيضا على مقدمة هذا الشوط لتكون في قمة التنافس. هذه هي مملكة سعيد بن خالد الهاجري مقدما ايضا هذا الاسم. يتقدم الزايد الهاجري مع وجود المملكة في المركز الثاني، بينما المركز الثالث الدكتورة قدمت معالقة ايضا لناموس هذا الشوط بالانطلاق. هذه هي الدكتورة علي بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي متقدما ايضا مع وجود الدكتورة في المركز الثالث. المركز الرابع تدخلت هملولة محمد بن فهد بن عبد الله المري. والمركز الخامس وصلت ايضا في هذه اللحظات الفدا علي بن محمد بن جابر الحربيات ايضا محاربا الكل للانطلاق بهذا الاداء الرائع والجميل، بهذا الابداع الكبير بوجود الخمس المراكز المتقدمه كما تظهر امام حضراتكم في مسار وتحدي هذا الشوط والانطلاق والابداع الكبير مع الاسماء الاولى التي تنطلق امام الجميع في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الكبير. وهناك سيل جارف من الثنايا قادمات خلف الخمس المراكز الاولى، قادمات بانجازاتهن، قادمات ايضا بسجلاتهن الحافله، ولولا انجازاتهن لما وصلن الى سن الكبار والى سن الثنايا، حيث ينطلق الكل بامال الفوز وتحقيق الناموس الذي نتمناه ان يكون حليفا لكل ايضا المهتمين بهذه الرياضه. نعود الى المقدمه، نعود الى الصداره. الله الله، هملولة غيرت هملولة، بدأت تسحب أيضا بساط الناموس من تحت أقدام الجميع، منطلقة مع الصدارة مع المركز الأول محمد بن فهد بن عبد الله المري. دير بالك، دير بالك يا راعي هملولة مع هذا الانطلاق ومع أيضا المقدمة. المركز الثاني تتقدم أيضا الشاهينية محمد بن يوسف بن محمد الكعبي، يأتي كذلك مع المركز الثاني في هذا الانطلاق في هذا الابداع الكبير. المركز الثالث تدخلت الاسماء، انطلقت ايضا مشاهدينا الاعزاء، هذه هي الدكتورة تأتي كذلك في المركز الثالث.
في هذه اللحظات علي بن عتيق بن محمد بن عطشان الحاملي المركز الرابع، فهدله سيد علي بن محمد بن جابر الحربي والمركز الخامس. هناك ايضا مملكه سعيد بن خالد بن سعيد ال زايد الهاجري يتقدم، وبدا الدخول غنايم غنايم، وصلت غنايم تدخلت بايضا هذا التدخل الخطير. غنايم وهي احد الاسماء التي دائما تاتي بالغنايم، محمد بن عبيد بن مطر بضبيعة الكتبي يتقدم بضبيعة مع وجود غنايم في هذا الانطلاق، خذت المركز الخامس غيرت الى المركز الرابع في هذه المنافسة القوية في هذا الانطلاق القوي والمثير. الله الله، شاهدوا هذا التحدي، شاهدوا هذه الاجواء الممتعة، حيث نشهد ايضا اجواء ممتعة للغاية في ارضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي يرحب دائما بكل المشاركين والمتابعين والمراقبين لأرضية هذا الميدان. هذه هي الأجواء الضبابية التي يستمتع بها المشاهد المتواجد في أرضية هذا الميدان. هناك العودة إلى المقدمة، هملولة على الصدارة، هملولة على المركز الأول، تأتي في هذا الانطلاق على مقدمة هذا الشوط محمد بن فهد بن عبد الله المري سيطر أيضا على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني الشاهينية تأتي أيضا بوجودها مع المركز الثاني محمد بن يوسف بن محمد بن خميس الكعبي يتقدم مع ثاني المراكز خلال هذا الإبداع والانطلاق، بينما شعار الحربي يأتي محاربا مع فدى علي بن محمد بن جابر الحربي يتقدم بالمركز الثالث والمركز الرابع. هذه اللي قتلكم خطيرة، غنايم غنايم، وصلت غنايم تدخلت غنايم، محمد بن عبيد بضبيعة الكتبي يتقدم شعار بضبيعة مع وجود غنايم في هذا الموقع وهو المركز الرابع. المركز الخامس بدأ التدخل. الله، اتضحت ايضا هناك هملولة محمد بن عبيد بن حمد بن بعيران المري يتقدم مع لوحة الثلاثة كيلومترات المتبقية على نهاية هذا الشوط. قطعنا 5 كيلو ومرت علينا مرور سريع للغاية بوجود هذه التنافسات القوية. تدخلت ايضا هناك تستاهل، وصلت تستاهل. الله، هذه هي تستاهل، عبد الرحمن بن عبد الله العيد يتقدم، هذا هو شعار اللورد ياتي على المقدمة حيث عشق الرموز وتبادل احتلالها في منصات التتويج، متقدما ايضا بوجود تستاهل وهي تستاهل المركز الاول والكل يستاهل الفوز والناموس. الله الله الله، هملولة 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 على الصدارة، هملولة على المركز الاول، تاتي مع هذا الانطلاق بهذا الابداع الكبير والانطلاق المثير مع وجود هملولة محمد بن فهد بن عبد الله المري على مقدمة هذا الشوط على المركز الاول. غنايم قادمة لا محال على التنافس مع غنايم، هذه هي غنايم تأتي بشعار بضبيعة متقدمة أيضا في المركز الثاني. غنايم لسيد محمد بن عبيد بن محمد بن بطر بضبيعة الكتبي يتقدم شعاره على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية محمد بن يوسف بن محمد الكعبي. المركز الرابع تدخلت الأسماء، وصلت هنا أيضا الفهدة علي بن محمد بن جابر الحربي، يا سلام. المركز الخامس، هذه هي ايضا وصلت مشاهدينا الاعزاء، تقدمت بتقدم خطير وانطلاق مثير. هملولة محمد بن عبيد بن بعيران المري من ياتي ايضا مع هذا الانطلاق ومع هذا الابداع الكبير والانطلاق المثير بوجود اسماء قوية قادمة. راقبوا خلف الخمس المراكز يا اصحاب الخمس المراكز الاولى، راقبوا اسماء خلفكم قادمة بقوة نحو الفوز والناموس. الالتفاف الاخير لارضية هذا الميدان، بعد هذا الالتفاف ياتي الخط المستقيم متوجهين بمشيئة الله نحو خط الناموس والاعلان بالفائز والمركز الاول. هملولة هملولة هملولة، غنايم قادمة، هملولة على المركز الاول، محمد بن فهد بن عبد الله المري، غنايم على المركز الثاني تتقدم، محمد بن عبيد بضبيعة الكتبي المركز الثالث. هناك ولكن الله، غيرت غنايم، وصلت الأسماء، تحرك الشوط بثقل هذه الابكار ووصول ايضا هناك الشاهينية محمد بن يوسف الكعبي ووصول خطير. الله، محنة محنة محنة، وصل الشعار بن متعب حمد بن متعب بن حمد العامري
المقادم مع وجود العنود عامر بن راشد بن راية يتقدم أيضا في هذا التقدم الرائع. خطير بن راية يبدع بإبداعات قوية في صباح هذا اليوم، وكما أيضا تابعنا هذا الشعار، ولكن ارسل لي المركز الخامس. الله 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 الله، وصلت الديبة سلطان بن محمد بن حمد بن ركاب العامري، قادم العامري، قادم بالركاب، غنايم بالراية بالركاب. الأسماء الأخرى التي بدأت بالتدخل، الموقف خطير، الموقف خطير. أجواء الكيلو متر الأخير، أجواء الكيلو متر الأخير. الشوط يأتي مع غنايم، الشوط يأتي مع غنايم، وبالراية يتقدم ليكون أيضا مع المراكز المتقدمة مع العنود. تعاند الكل يا عنود يا عنود نحو الناموس، وهنا أيضا انطلاقت ووجود محنة اسم انتراضي كبير ياتي مع حمد بن متعب بن حمد العامري. روح يا بن متعب، روح يا بن متعب نحو الفوز والناموس. هذه هي محنة، هذه هي محنة تاتي على الصدارة على المركز الاول لتبدع في هذا الابداع القوي والمثير. حمد بن متعب بن حمد العامري المركز الثاني، العنود عامر بن راشد بن سعيد بن راية يتقدم شعار بن راية قادما مع ملوفسة العنود في الامتار الاخيرة، ولكن 300 متر الاخيرة هنا العامري يختطف ايضا اضواء ناموس هذا الشوط مع محنة. دونوا هذا الاسم، سوف يكون له نصيب في ايضا المحافل التراثية في اشواط الرموز من خلال تاهلها في هذا الشوط. هذا هي محنة حمد بن متعب بن حمد العامري. يا سلام، هذا هو الابداع في الامتار الاخيرة. تبدع ابداع قوي ومثير للقاية. تهانينا للسيد حمد بن متعب بن حمد العامري على هذا الفوز والانتصار في هذا الانطلاق. المركز الثاني وصول ايضا العنود عامر بن راشد بن راية المري، والمركز الثالث ما شاء الله وصلت ايضا هناك في المركز الثالث. هنا ايضا كانت مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق المركز الثالث، وصلت ايضا مشاهدينا الاعزاء اللي وضوح قارن بن سعيد بن زايد المزروعي، والمركز الثالث ايضا سيد سيف بن خليفه بن عمان المهيري، ورابعا او خامسا كان الوصول ايضا مشاهدينا الاعزاء من الديبه سلطان بن محمد بن حمد بن ركاب العامري. ما شاء الله، هذه هي محنه اضافت مشاهدينا الاعزاء السياره الخامسه في رصيدها، تضيف في رصيدها سابقا اربع سيارات، واليوم تضيف السيارة الخامسة في رصيدها لتبدع ايضا بهذا الابداع القوي والمثير، والانطلاق بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 34 ثانية، ستة اجزاء من الثانية. هي صاحبة الفوز والانتصار في هذا الانطلاق. المركز الثاني كانت العنود، حيث حضرت في الامتار الاخيرة معلنة ايضا ب 12 دقيقة 38 ثانية، تسعة اجزاء من الثانية. تهانينا ايضا لمالكها في هذا الانطلاق عامر بن راشد بن راية المري، المركز الثالث 12 دقيقة 40 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. وصول أيضا هناك وضوح قارن بن سعيد بن زايد المزروعي، تهانينا له والناموس على هذا الفوز والانتصار. التواصل يستمر مشاهدي